يسعدني وجودكم هون. هذا العمل اللي عم نقوم فيه يعني الخطوة الأولى ل Institute for Strategic Affairs ليزا، الهدف منا بناء السلام. هالجلسة حبيناها جلسة أولى لسلسلة حلقات نقاش حول مواضيع اقتصادية. الجلسة الأولى رح تكون حول موضوع البطالة بالبناء. ربيع كلكم بتعرفوه. بالفترة الأخيرة قام بعدد من الإحصاءات، نتائجها كانت يعني واحد لازم يتوقف عليها. أكيد في الشقة السياسي نضوي عليه هون، ولكن بشقة الاقتصادي والاجتماعي أظهرت حقائق بفتكر كلنا معنيين فيها ومعنيين بوجوب معالجتها. والمسألة الأولى حأعطيها هلا الكلام. بين ايدينا في دراسة عملت بخلال شهر نوفمبر 2014 بين 10 و26 منه، وشملت 2400 مواطن لبناني، وبينت على نتائج مهمة جدا. أبرز انه 92% يعني غالبية اللبنانيين بيعتبروا انه الوضع بلبنان رايح بالاتجاه الخاطئ، هي نسبة مرتفعة جدا اذا بدنا نقيسها بالنسب اللي كنا نشوفها بغير سنين. يعني كنا نشوف نسب 70 و80%، يعني ولا مرة طلعت فوق 80%. نحن وقت نشوف نسبة 92%، نحن قدام نسبة مخيفة شوي. يعني بعتقد هي اجت هذه الدراسة بوقت محدد، بس بدي هون حتى بين كلمتين، يعني هيدي ما بتعني بس وضع اقتصادي او هيدي الوضع بشكل عام لحتى ما تتضارب مع غير نتائج. كمان هون بنشوف بهالسلايد انه اللبنانيه بمختلف فئاتهم ومذاهبهم كمان هن يعني بسمستك بهذا الموضوع، متشائمين. يعني اذا بنشوف عند المسيحيين او عند السنه او عند الدروز او حتى الكل متشائمين، يمكن تتفاوت بين طائفة وطائفة بين مذهب ومذهب، ولكن الاتجاه العام كله متشائم. كمان هون يعني نشوف انه بشكل عام هل انت متفائل او متشائم بالنسبة لمستقبل لبنان؟ بنشوف كمان انه 56% من اللبنانية هن متشائمين، بينما 40% شايفينه انه مقبول او هن متفائلين، و 4% ما بيجاوبوا، يعني هودي ما او ما بيشوفوا شيء او منهم مهتمين خلينا، ولكن النظره السائده هي نظره تشاؤميه. بخصوص المواضيع الاساسيه اللي بتواجه لبنان، كل وحده قديش بيشوفوا درجه اهميتها. يعني مع كل المشاكل الامنيه اللي موجوده بالبلد وكل شيء عم بيواجهنا، بيكون الوضع الاقتصادي هو اهم موضوع بالنسبه لهم. 96% بيشوفوه بالغ الاهميه، يعني غالبيه اللبنانيه مش الاكثريه، الغالبيه 96% بيقولوا الوضع الاقتصادي بيلحقهم، 95% وضع الكهرباء بعد منا، وضع المي هون كنا بعدنا بازمه المي اللي ضربتنا سنه 2014. الآن employment 95% لبنانيز بيقدروا يعني أسرى الحرب يعني موجودين مع داعش 95%، والوضع الأمني بيجي بالمرتبة السادسة على سلم الأولويات. يعني برجع هون بقول إنه نسبة البطالة بتفرق كثير عن الوضع الاقتصادي، بتفرق ب 1%، نحن عندنا نسبة خطأ 2%، يعني كأنه مثل بنفس درجة الأهمية. أما الوضع الأمني فبيجي بمرحلة أقل، واضح إنه أقل، مع إنه بمرحلة بنسبة مرتفعة. الأقساط المدرسية 92%، الانتخابات النيابية 87%، الانتخابات الرئاسية بنشوف إنه صار السياسة منهم برأس سلم الأولويات والهموم تبع اللبنانيين. نرجع ننزل الانتخابات الرئاسية، المؤسسات الحكومية، سحب استخراج النفط من البحر 81%، المهجرين السوريين، النازحين السوريين اذا بدكم،
80%، داعش 80%، جبهة النصرة 79%، والانقسامات الطائفية 75%، والحرب بسوريا 65%. فإذا هم المعيشة هو الهم الأساسي بلبنان. بالنسبة لكل هالمشاكل يلي شايفينها، كان السؤال انه قديه برأيكم الحكومة عم تلقي اهتمام وعم يحكوا عنه. ببين انه كمان البطالة اعتبروا انه ما عم يحكوا عنها بشكل كافي، فإذا البطالة هي برأس سلم الأولويات وبدهم انه الحكومة تعطيها اهتمام أكثر شيء، يعني أكثر من أي مسألة. الأقساط المدرسية 94%، الكهرباء 91%، المي 91%، وبيقشوا دغري ل 80% لاستخراج النفط، الوضع الاقتصادي 82%، المؤسسات الرسمية 79%، ويحل الهم الأمني والهم السياسي بمرتبة ثانية. يعني صرنا نشوف بالستينات بالمية بلشت الأشياء السياسية واللي لها علاقة بالحياة السياسية بالبلد. إذا الهم الأساسي هو هم معيشة المواطن وهم استمراريته وتأمين أقساط أولاده وتأمين عمل وفرص عمل وإلى آخره. يعني صفى الهم السياسي اللي كل اللبنانية عايشينه هم ثاني بسلم الأولويات منه أساسي. شكرا. Thank you. بس سوري بحب ضيف بس شغلة مهمية، انه رح يطلع هيدا الاستطلاع سلسلة استطلاعات ورح يكون في لها عرض مثل هيدي العروض من خلال مؤتمرات مع معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية ليزا. وهيدا الاستطلاع هو استطلاع كبير في حوالي 50 أو 60، واحنا ولما يعني حكيتني من كم اسبوع تتخبرني على انشاء هيدي المؤسسه بالبنك الدولي، حسينا انه هيدي شغله كثير مهمه. احنا مش من زمان اطلقنا تقرير يمكن بيشبه نفس الاسم عن ليفانت بيوند ذا هورايزن، ويعني اللي بيشمل عدة مواضيع، بس أنا طبعاً حأحكي عن الموضوع اللي مبين بالسلايدات اللي هلأ شفناها، يعني على أهمية كبيرة كل مواطن لبناني. تقريباً من 4 سنين عملنا بالبنك مسح لسوق العمل، كان أول مسح على المستوى الوطني ناشونال على سوق العمل. طبعا للاسف نعرف انه لبنان يفتقر من احصائيات، يعني طبعا لون اللي عملوه بلبنان فايز، بس كالمؤسسات الرسميه اللي لازم تعمل مسح سوق العمل سنويا مثل ما يعني الدول الثانيه ما عم بتصير بلبنان. فوقتها حبينا يعني طلب منا من الحكومه انه نعطي نصائح على وضع البطاله، وشفنا انه ما في احصائيات، فقمنا بهيدا المسح. والنتائج اللي حقدمها اليوم مبنيه على المسح اللي انعمل. هلا طبعا يمكن يعتبر هيدا تقولوا هيدا outdated، ولكن وطبعا هيدا بيكون قبل الوضع السوري والازمه السوريه وتاثيرها، بس حاحكي عنها شوي. ولكن ما تزال يعني بتبين على القليلة من 4 سنين أو 3 سنين شو كان وضع سوق العمل، وافتكر فينا يعني استنتج وقتها وضع ما تحسن إذا ما كان يعني صار أسوأ. فأنا بدي أعمله بعدة سلايدات، أحكي عن يعني وقائع شو هي الفاكس، يعني شو هي خصائص سوق العمل والبطالة بلبنان. ما حأحكي عن توصيات، هيدي بتركها للزملاء الآخرين، ولكن بالتقرير اللي طلعناه هو هيدا التقرير بيشمل توصيات بهيدا الموضوع. سمينا التقرير الحاجة إلى توفير وظائف جيدة، ومنركز على موضوع جيدة على أساس حتشوفوا هلأ إنه اقتصاد اللبناني يعني في أوقات بينتج طبعاً بيخلق فرص عمل جديدة، ولكن نوعية هالوظائف هي الإشكالية. ف
فهون على السريع بدي أعمل نقطة اللي هي رغم النمو الذي شهده لبنان العقد الماضي، ونشوف بين الفترة اللي عملنا فيها التقرير بين 97 والألفين وتسعة كان نمو الاقتصادي تقريبا 3.7%، فرغم هالنمو هي يعتبر يعني على فترة زمنية طويلة مش بطال، ولكن معدل التشغيل ارتفع بس بنسبة 1.1%. فيعني حتى لما يكون في نمو نسبة خلق عمل جديدة عم بتكون قليلة، وهيدا على طول بيدل انه في شيء structural، في شيء بنيوي او خلل يعني في الاقتصاد اللبناني اللي ما عم بيخلق هالفرص العمل مقارنة مع النمو الاقتصادي. وكمان بدي ركز انه القطاعات الاكثر مساهمه يعني اللي كان فيها بتخلق وظائف هي التجاره تقريبا 60%، القطاعات الخدماتيه ذات الانتاجيه المتدنيه تقريبا 33%، والبناء الكونستراكشن 10%. فمنشوف بالسلايد اللي موجود قدامكم انه تحديدا الصناعه والزراعه كان فيها يعني تدني او نقص بخلق فرص العمل، والقطاعات اللي خلقت فرص عمل التجاره والخدمات الخدماتيه بس اللي يعني ذات الانتاجيه المتدنيه والكونستراكشن البناء. فهون بس تنعطي فكره عن شو شكله القوى العامله بلبنان. القوى العامله يعني تقسم على عدة جهات، فهلأ عم نحكي عن الأشخاص اللي بالقوى العاملة بالليبر فورس، مش هول اللي برا، وهذا موضوع كمان مهم وموضوع يمكن أكبر حورجي سلايد عليه بعدين. بس إذا بناخد اللي موجودين بالقوى العاملة كيف متقسمين هيدي الدويرة، بنشوف إنه 11% عاطلين عن العمل هول الانامبلويد، فيعني وقتها بال 2010 رقم البطالة 11%. طبعا حيتغير هيدا الرقم إذا فصلناه حسب الجنس أو الفئة العمرية أو التعليم. 11% بطالة. إذا منشوف تقريبا 5% بالقوى العاملة يعتبروا أرباب عمل employers، 4% عامل لحسابه في القطاع الرسمي، وتقريبا 30% عامل بأجر في القطاع الرسمي. فإذا بتجمعوا 30 و4 هو اللي يعني القطاع الرسمي يشمل تقريبا 35%، يعني تقريبا ثلث القوى العاملة. بنشوف على الجهة الثانية من الباي الدويرة، وهيدي الظاهرة المهمة كثير نركز عليها اللي هي القطاع الغير رسمي أو القطاع غير منظم. هلأ تعريفنا بهذه الدراسة القطاع الغير منظم هو اللي ما عندهم ضمان اجتماعي، يعني هيدا كتعريف. هلأ في طبعا تعريفات تانية للقطاع الغير منظم، بس هيدا كدراسة هيدا اللي اعتمدناه واللي بكتير دول تعتمده. بنشوف انه تقريبا عم نحكي عن نص القوى العاملة في القطاع الغير الرسمي في لبنان، هيدي مقسومة بين اللي عامل على لحسابه وعامل بأجر. منشوف انه معدلات البطالة مرتفعة بين الفئات النساء والشباب، بيبين هون انه لنا نسبة البطالة 11% كمعدل يعني وطني، ولكن للنساء بيطلع تقريبا حيصير 20%، للفئة العمرية 15-24 اللي هي الشباب بيطلع 34%، وتعتبر طبعا هيدي نسب عالية. إذا منقارنا مع مثلا بطالة الشباب مع دول تانية بالمنطقة، لبنان في منطقة الشرق الأوسط لبنان يعني تاني أعلى نسبة بعد فلسطين. نيجي هون لتأثير النجوح السوري. هلأ إحنا حاليا بصدد مسح جديد اللي تأثير النزوح السوري مش بس على سوق العمل بس على الصحة والتعليم، ولكن هيدا مسح هياخد وقت.
تقريبا من سنة ونص طلبت منا الحكومة اللبنانية أن نعمل تقدير على شو تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد لبنان والاجتماعيات والقطاعات. بهذه الدراسة اللي هي طلعت من سنة ونص عملنا projections تقديرات، أخذنا يعني تقريبا نسب السوريين اللاجئين الموجودين فئة عمرية نساء رجال، وعملنا هول التقديرات. هون منشوف أنه يشكل طبعا النزوح السوري ضغطا إضافيا على سوق العمل، من المتوقع أن تزيد نسبة القوى العاملة بتقريبا 35%. ومنشوف يعني تفصيلا أكثر أنه سيزداد التنافس بين العاملين اللبنانيين والسوريين على الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية، مما من شأنه أن يزيد من حجم القطاع الغير الرسمي. يعني ف اوريدي شفنا انه القطاع الغير الرسمي كبير بلبنان بالذات بالنسبه لدوله تعتبر يعني متوسط الدخل، ومتوقع انه يزيد مع النزوح السوري، وهذا له تاثير طبعا على عده اشياء بما في نسب الفقر و يعني. اللي عملنا بهيدا سلايد تقدير على قديه حتأثر يعني نسبة العاطلين، قديه حيأثر النزوح السوري على نسبة العاطلين عن العمل. وهون طبعا سيناريوهات يعني، وقدرنا عملنا مثل سيناريو واطي سيناريو عالي. بنشوف يعني اللو سيناريو بده يزيد نسبة البطالة بتقريبا 8.8%، ويكون أكثر هذا لل 2000 وآخر 2014. وللشباب للشباب تحديدا بيقدر يزيد نسبة البطالة أكثر من 13%. سو عم نحكي إنه هلا تقديرنا إنه نسبة البطالة يعني صارت تقريبا 20%، وإذا طلعنا على الفئات الشباب فيها تكون تقريبا حتوصل 47%. يؤدي عدم فرص العمل إلى نسبة هجرة مرتفعة، هيدا كمان شيء مهم طبعا الكل بيعرف هالمعلومة، لا سيما بين حاملي الشهادات الجامعة. بنشوف بالجراف اللي موجودة إنه لبنان أكثر بلد فيها نسبة الهجرة من فئة اللي حاملين الشهادات الجامعية، تقريبا 44% من هيدا الفئة الشباب متعلمين عم بيهاجروا. سريعا كمان شغلة شفناها بهيدا المسح، انه هيدي كانت شغلة يعني استعجبنا فيها، والكل اللي كمان طلع هيدي الاحصائيات استغرب انه 42% من القوى العاملة بلبنان تحمل شهادات درجة شهادات ابتدائية وما دون. نفكر انه لبنان تعليم لبنان ايكوز ادوكيشن، في تعليم عالي وفي نسبه، ولكن اذا بنشوف حاليا الستوك تبع القوى العامله بلبنان 42 حاملين شهادات ابتدائيه وما دون. كمان هيدي ظاهره يعني لا تداعيات. نعم. هلا شوي اذا بنشوف بالمناطق شو عم بيصير، طلعنا يعني مناطقيا منشوف انه المناطق المحرومه نسب فيها نسب منخفضه المساهمه بالعمل ومستويات بطاله مرتفعه. فمثلا اذا بدنا نحكي عن الشراكه بالمشاركه في سوق العمل او في القوى العامله اللي من هي بنسميها البارتيسيبيشن ريت، يعني شو النسبه اللي عم بيشاركوا، بنشوف مثلا انه يعني ككل بلبنان رقم وطني 52% منن بسوق العمل. وطبعا اذا طلعنا على منطقه الشمال بنشوف انه اكثر من 60% منن بسوق العمل، منن فعالين. يعني هيدي كمان ظاهره مهمه يعني، وشو اسبابها طبعا كثير ناس يعني لازم يكون لها دراسه اكثر، بس اكيد بتبين انه ولا يعني ولا حتى عم بفتشوا على وظائف. يعني هول مش العاطلين عن العمل، العاطل عن العمل بالتعريف المعروف هو انه عم بفتش على وظيفه وما عم بيلاقي، ولكن هول ولا حتى عم بفتشوا. ليه عم بفتشوا؟ فقدوا الثقه، فقدوا الامل. يعني شفنا بعض الاحصائيات يمكن من ربيع كمان اللي بتسند هالموضوع.
هون منبين شوي كمان على موضوع العلاقة بين القطاع الغير الرسمي والفقر. منشوف انه في علاقة، يسجل القطاع الغير الرسمي معدلات مرتفعة بشكل ملحوظ بين فئات الفقراء في لبنان. يعني ان الفئة الفقيرة 82% في القطاع الغير الرسمي. سريعا عن مساواة بالدخل كمان، عشان سألنا بهيدي المسح سألنا عن الدخل، ونشوف انه في تفاوت واضح في مستويات الدخل بين مختلف فئات العاملين. موجود تفصيله بهيدي الشريحة. واكيد يعني ادنى نسب الدخل هي اللي بالقطاع الغير منظم، وتفاوت كتير كبير بين اللي بيكونوا بالقطاع المنظم والغير منظم. اوكي، فهيدي الشريحة بتحكي عن الانتقال بين بسوق العمل. يعني هيدا عادة بنستعمله كدليل لقديش في داينامكس أو تحرك بسوق العمل، هل الناس عم تنقل من وظائف لوظائف، واللي هو عادة شيء منيح. يعني هون هي شوي معقدة هيدي التابلو، ولكن يعني شوف هل في شو النسبة اللي نقلوا من سيلف امبلويد لأي نوع عمل تاني، يعني قطاع مثلا المنظم أو القطاع الرسمي. بنشوف إنه نسبة اللي نقلوا مشي يعني أقل من 1%. إجمالا معدلات الخروج من البطالة متدنية نسبيا، وهي غالبا ما تعتمد على انتقال الى فئة العاملين لحسابها الخاص. يعني اذا حدا يعني كان عاطل عن العمل ولقى شغل، الاكترية اللي بينتقلوا بفوتوا ل يعني شغل حسابهم الخاص او القطاع الغير رسمي. هيدي كمان يعني شغلة مش كتير مشجعة. سألنا بعدين كيف بتلاقوا وظائف؟ يعني يمكن هيدي احد الاسباب اللي ما عم يقدروا ينتقلوا من وظيفة لوظيفة، ما في معلومات كيف هيدا. أكثر طرق بينت ناس بتنقل من وظيفة أو بتعرف عن وظيفة تانية هي عن طريق الـ personal contacts، يعني الجهد الخاص أو العلاقات أو نسميها الواسطة. هلأ أكيد العلاقات مهمة، ولكن طبعاً نعرف اللي ما عنده علاقات حيكون يعني استك بوظيفته. فمنشوف نسبة ضئيلة جداً حتى من بينه يعني على الجراف اللي لقوا شغل عن طريق مثلاً مؤسسة الاستخدام بوزارة العمل، أو حتى عن طريق شركات الريكروتمنت، وهيدي يمكن بهم الزملاء اللي بيشتغلوا بهيدا المجال. واخيرا اخر سلايد دين بيحكي هلا اكثر عن تقل على يعني هلا حكيت اكثر عن اللي بنسميه سبلاي سايد. يعني بس ننقل هلا نشوف من ناحيه القطاع الخاص شو عم بيصير. بنشوف انه الشركات الحديثه اللي بنسميها بالانجلش ستارت ابس هي المحركات الاساسيه لاستحداث الوظائف في القطاع الرسمي. وهيدي ظاهرة مش بس بلبنان، منشوفها بالمنطقة ومنشوفها بالعالم كله. هيدا البار الأخضر اللي طالع طلوع هو للشركات اللي فيها بين يعني عامل وأربعة أو عاملين وأربعة، وبين إنه أكتر يعني وظائف خلقت من هول الستارت أبس بلبنان. ولكن المشكلة إنه ما في كفاية منهم عم بينخلقوا، عم بيطلعوا فرصة وعم بيقدروا ينخلقوا بالاقتصاد. وهيدا السؤال ليش، وهيدا الشغلة كتير مهمة. يعني مثل ما بنقول إنه start ups are the engine of job creation. وأخيرا في يعني الأسباب اللي يعني الشركات حسب المسح اللي قالوا شو هي الأسباب أو المعوقات للشركات تلاقيها لتنمو أكثر. طبعا فيها الاستقرار السياسي، وفيها الفساد، وفيها القطاع الكهرباء
اللي بتشكل أهم ثلاث عوائق، ولكن في أسباب وعوائق تانية موجودة. خليني أختم هون آخر سلايدين بس بلخصوا الموضوع، بس حبيت يعني أنهي أنه موضوع البطالة وخلق فرص عمل موضوع كتير مهم، بكل مسح منعمله بيبين أنه هيدا شغلة على أساسية. بفتكر الشباب لبنان بيستحقوا أحسن من هيك، ويعني احنا هيدا موضوع حنضلنا يعني نشتغل عليه، نسلط الضوء عليه، نساعد تفكير بالحلول، بكذا الحلول مش دايما سهلة طبعا، ولكن ان شاء الله يعني نكون بداية بهالاتجاه. شكرا. الحياة مبادرة حلوة جدا. نحن لبنان بحاجة للغوية الفكرية، بحاجة ان نجتمع دائما حول قضايا هي بالاساس هم الناس هم المواطن. وللأسف في لبنان السياسي الضيقة جدا هي عم تضع على كل الاهتمامات الأخرى، بينما الناس في مجالات الندوة هيدي حياة تطوي على موضوع جدا أساسي رغم أنه قديم جدا، لأنه بشكر حنان على الجهد اللي عم تعمله من سنوات. لما بلشوا بمشروع مايز وقبله كان حقيقة مساهمة جدا فعالة للورد بانك على إبراز خصائص سوق العمل اللبناني، خصائص العاملين في سوق العمل اللبناني، لأنه الحكيم إذا ما بيعمل رخيص ما بيقدر يلاقي حلول. ولكن للأسف في لبنان عندنا تشخيص قد ما بدكم، بس أنا ما لاحظت يوما ما إنه هناك في اهتمام بالتشخيص أولا ومن ثم وضع حلول، لأنه بالنتيجة عم تضيع الأولويات وما عم نعرف بالنتيجة من وين بدنا نبلش نعالج المشكلة. المشكلة العمالي بلبنان أنا بوصفها يمكن من أهم المشاكل الحقيقية في الاقتصاد اللبناني وفي الاجتماع اللبناني في السياسة الاجتماعية اللبنانية. لأنه مثل ما قالت حنان معها حق، لما نطلع على سوق العمل بنلاقي إنه 40% ما معهم سيرتيفيكات. أنا رأيي هيدا مؤشر يعني مهم جدا جدا جدا، لأنه إذا نحن ما نطمح إنه الإنسان اللبناني يتقدم بصفي عنده مدخول بصفي عنده مردود، إذا ما بيخلق قيمة مضافة عبس ما ممكن. لو علمنا معاشة ارتفسيال يعني بشكل غير طبيعي، إنه ما بيكون عم ينتج قليلة، لأنه الإنتاج ليس على حجم لبنان، عندما ننتج على مستوى القيمة المضافة بالنسبة لبقية البلدان. لما نحن نطلع بنلاقي 40% ما معهم سيرتيفيكات، 65% واصلين يمكن تقريبا للبكالوريا. وبدي أقول يا ريت هدول بيفوتوا على سوق العمل مع ألمانيا، بيفوتوا على سوق العمل ما معهم شيء صفر عشمال، بيتعلموا المتنبي، بيتعلموا جغرافيا، بيفوتوا على سوق العمل عم ينافسوا مين؟ المصري، السوري، البنغلاديشي يلي يمكن جاي من بلاده معه مهنة بإيده، هو بيفوت على سوق العمل ما معه ولا مهنة. عندنا 600,000 عامل أجنبي بلبنان غض النظر عن النزوح. حدا فكر إنه عندنا 1,200,000 قوى عاملة بلبنان؟ عندنا 600,000 عامل أجنبي. فكر بالرقم قال شو بيعني هالرقم؟ أنا بعتقد ما في بلد بالعالم عنده هالرقم. إذا منعد للسريلانكي للبنغلاديشي للهندي لا 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 نوصل ل 450-600,000 كل عمرة بالمواسم طبعا. اليوم أنا ما بدي أقول شباب لأنه بعتقد أمام يعني ما في إحصاء دقيق. لما كنا بطاقة الاقتصاد كنا عم نجرب نعمل إحصاء على المحلات اللي عم تنفتح من اللاجئين السوريين أو من السوريين، ما كنا عم نلح. فإذا أنا مشكلة قضية أساسية، عندنا قوى عاملة ما عندها تدريب، عندنا كميات من العمالة الأجنبية تفوق أي عدد أي تصور ممكن، ومنقول بعدين بالنتيجة نحن ليش وضعنا ليش خينا ما بيلاقي هالأرقام. طبيعي بيلاقيها، وإذا ما لقاها بيكون عجيبة، لأنه ما في معالجات
لأنه المعالجات تنطلق من أربع ثوابت أنا بقي بدنا نطلع فيها. أولاً فرص العمل يعني استثمار. الاستثمار بده أولاً شو بده بيع؟ بده بيع شو؟ بده استقرار. يعني ما بدأ نحكي بالسياسة ونتفلسف كثير بالموضوع، بده استقرار، بده يقرأ المستثمر بالأي اللي يعرف على 5 سنين على 10 سنين إنه هو بوضع تقريباً مضبوط اللعبة. إذا هذا مش متفق من لبنان لسنوات. فإذا لما عم يستثمر بلبنان الحقيقة عم يأخذ مجازفة. عم إنه مؤمن إنه هذا البلد عم يخدع سنتيمنتالمون، عم يخدع ايموشنلي. الصناعي لما بيوظف وبيجيب مكانات، نحن عم يطلع استيراد المكانات بلبنان سنويا. هذا مؤشر. طب هالتعلق بهالبيئة اللبنانية بغض النظر عن البيئة استقرارية حواليها، هيدي لو في استقرار شو كان يصير؟ شو كان يصير؟ هالموضوع بالنتيجة يمكن بيتخطى المعالجة الاقتصادية، لأنه هذا موضوع سياسي وموضوع توافق وطني. لبنان غاب عنه نهائيا بالعمل التوافق الوطني على كيفية إدارة أموره، ما بدخل بالسياسة بس، ولكن هذا هو. ثانيا عندنا أزمة كبيرة جدا هو التعليم. نحن من 20 سنة ومن نادي بهذا الموضوع. لا، ليس هنالك ملائمة بين حاجة سوق والسياسة التعليمية في لبنان. ما لنا علاقة ببعضه نهائيا، نهائيا. لما نطلع على الأرقام اللي هن طلعوها ويلي لما آخر إحصاء عملته الإدارة الإحصاء المركزي، 23% بس من سوق العمل معه شهادة جامعية. يعني 77% مش واصلين للجامعة. افترض انه بالجامعة اخذ العلم الذي يناسب المهنة تبعه. طب حدا يفكر 77% في سوق العمل شو معه تدريب؟ شو معه؟ ما معه. بنحكي هيك بهونيك إدارة صغيرة اسمها إدارة التعليم المهني اللي ما لها علاقة بالنتيجة بسوق العمل. والدنيا عم تتطور والدنيا عم تمشي لقدام، والاختصاص هو واجب. الدول اللبنانية ما بيغزونا بس ما عم نعرف كيف بدنا نفوت بالموضوع. بنوسع إدارة التربية، بنعمل منها شغلة عظيمة. عندنا 4000 أستاذ عاطلين على العمل، 35 أستاذ عاطلين على العمل، يعني بالنتيجة. وبندفع ثاني موازنة بالدولة اللبنانية، موازنة التربية، وهي تربية غير ملائمة لسوق العمل. بدها صرخة، بدها وعي، بدها شيء ما. لأنه برجع بقول لا يمكن أن نؤمن اللبناني اللي ما بيوصل للجامعة مدخول إذا ما عنده قدرة على أن يكون عنده قيمة مضافة. لو نطلع على الأرقام بالأحصاء، ما بعرف إذا هي قالتها بشكل قالتها، إذا بنطلع وين موجود العمال اللبناني؟ فوق 60% بمحلات low productivity 60% low productivity، إن كان بالفورمال أو كان بالإنفورمال. شيء مخيف. ونحن نتغنى أنه نحن بلد الثقافة والعلم والنور والقصة طويلة عريضة. نحن ما بنطلع على مشاكلنا، لا نقرأ مشاكلنا، مع أنه عم تطلع الأحصى وعم يطلعوا الدراسات وعم يطلعوا الكذا، ولكن نجتمع الاجتماع الحلو بعدين ما هو على البيت، ما في مسؤول هالشيء بشغله عليه. الموضوع انا رايي انا عم بدور عليه هو مفتاح لكل شيء. اذا بدنا نتقدم لقدام، مفتاح لكيفيه نعالج الامور. هذا موضوع واضح. ما بيكفي كل نقابه محامين ونقابه اطباء ونقابه شخص وبيت، ما في عنا هالنقابه، ما كان صار تفاوضوا بهالقطاعات. بس ما هدول عندهم عاملين اقل بكثير من بقيه المهن. ما المهن هون، هاي المهن للتنظيم. لنقدر نامن للبناني فرصه العمل ونامن له مدخول اعلى وليفوت بدرجه اعلى من الانتاجيه، لانه بيفوت على التكنولوجي، بيفوت بيفهم شو يعني التكنولوجي. انا بتحدى نص الكهربجي بلبنان اذا بتقول لهم شو يعني كون التيرناتيف، ما عنده فكره، ما بيعرف. مع انه بيكون شاطر كثير بالمد وبالكذا، بس فوت على صلب المهنه،
ليشوف حاله بالمهنة. كان الزمان عندنا أستاذ ألماني كان يقول الألماني عندهم شغلة فظيعة. الألماني مهنته فخرته. بتنازع عن كل شيء إلا عن فخرته عن مهنته. بتقول هيدا هيز لايف. نحن بدنا ناخذ موظفين بالدولة. يعني الدولة اللي بدها هي وين تروح؟ وين بعمل شغلة تانية حواليها؟ عم نطور فكرة اللا إنتاجية بالبلد. لأنه السياسي، لأنه الزبائنية السياسية عم تخنق نوعا ما القدرة اللبناني على أنه يرجع يكون عنده ثقافة الإنتاج، ثقافة أن يكون هذا العمل هو مرآة نفسي. الموضوع الثالث اللي الحقيقة الموضوع الثالث والرابع حتى أجمعهم ببعضهم البنى التحتية طبعاً. يعني أنا ما بدي هذا موضوع كيف يقول لنا أنا ما عندي كهرباء والكهرباء بتكلفني 40 سنت و 50 سنت لما اللي بدبي أو بالأردن بتكلفوا 10 و 15 سنت. طيب أنا ما عندي. لما بناخذ رابور تبع الورد بنك تبع الورد إيكونوميك فورم طلع كل سنة رابور على التنافسية ما لي علاقة لا يقرأ بالنسبة للبنان لا يقرأ لأنه إذا نطلع الحماية هون يعني نحن ماشي يعني والورد بنك عمل مع الـ IFC ذاكرين سنة 2010 ندوي على الموضوع وطلعوا توصيات شيء 20 توصية ما صار شيء حتى أنهي لأنه في الحديث طويل عندنا كمان البيئة التشريعية ما تنسوا عندنا قوانين سنة 46 في شيء بتقول مش فاكر بقى على قوس قدح بقى اذا بدكم نحكي كثير بكل المواضيع بس ولكن برجع بقول بدها يقظه لانه ما ممكن نحن يكون عندنا 600 الف عامل اجنبي بلبنان عندنا مليون 200 الف القوى العامله عندنا حلقات تدني بالقدره الانتاجيه تبع المواطن اللبناني وما ينعمل شيء بقى ما بدي يكون كثير متشائم بس الواحد بضل بباطح ليوصل يوم ما يكون يبلش على طريق الحل القصة انه البطالة هي بتشكل مخاطر كبيرة للشخص ولا المجتمع يعني هي مأساة شخصية ومجتمعية بقى ضروري انه ننتبه انه وحتى البطالة مثل ما هلأ لاحظتوها انه بتشكل كمان مخاطر على التركيب البنيوي الديموغرافي تبع البلد لأنه بطالة بتأدي كمان لهجرة بعدين. هالقضايا بدنا نقدر ننتبه لهم لأنه نحن قادرين والمشكلة تبعنا مش هي الأفكار هي من يطبق الحلول ومن يطبق الحلول غير موجود لسبب واحد لأنه التركيبة السياسية تبعيتنا منا نهائية وكلنا عارفين. وما حدا على هالطاولة بيقدر يقول لا أنا قلتها بس التركيبة السياسية تبعيتنا مثل اليوم منا نهائية ومنا راكبة ولا يمكن انه يركب لبنان بهالعملية سو نحن بدنا نفتش على طريق نقدر هالترانزيشن بيريد هالنقلة من هلأ لحتى تصير نقدر على الأقل يكون في عنا إذا بدكم نقدر نعطي الحوافز لنقدر نخلق فرص عمل أكيد ما في فرص عمل بدون ما يكون بس النمو برجع بقوله النمو الشامل يعني inclusion inclusive growth نحن عملنا نمو ما كان في inclusion هيدا جزء من المشكل تبعنا اللي نحن عم ندفع ثمنه اليوم so بتمنى بس على طول نستعمل كلمة inclusive growth ما في نمو بلا investment والinvestment استثمار بيكون استثمار خارجي واستثمار داخلي والاستثمار بده بيئته مثل ما قال معالي الوزير سو نحن بتمنى انه بس عم نرجع بنزيد تو انكريز ذا بارتيسيبيشن تبع ليبر فورس اذا بنزيدها جي دي بي تبعنا الدخل القومي بخس 2 3 او 4 مليار دولار هذا حرام هذا نحن عم نقول ما عم نقدر نستعيد طاقتنا ليش؟ لانه في ناس منا حابه تشتغل ببعض المعاشات منا حابه تشتغل ببعض الظروف بدها تشتغل بارت تايم لانه العمل ما بيسمح لها في كثير نيتشرز هيك كل القضايا نحن ما قادرين اليوم نقدر نستفيد من القوى العامله كلها تبعيتنا. رح اعطي مثل اذا نحن اليوم مثل ما الورد بنك بده يخلق 23 وظيفه لازم وعم نخلق 3400 بالحاجه انا. Am I correct?
نحن لازم نخلق أكثر. يعني الورد بانك أندر استيميتد. نحن اليوم بدنا نقدر نخلق أكثر لسبب واحد، عندنا أكثر، بدنا نوظف أكثر نساء. بدنا نوظف أكثر نساء لأنه هني ما أخذين هالأخذين، عاملين projection على الماضي، بس نحن بدنا نعمل projection شو بدنا نعمل. We need to be more proactive. ونقدر ندخل من برا 6-7000 شخص، نقدر نرجع نرجع شوي شوي ببروجرام بياخذ 15 أو 20 سنة، بس ضروري نقدر نرجع لأنه نحن الجي دي بي تبعنا عم ينقص بطريقة رهيبة. اللي بده هي القصة إنه تقدر نخلق 30,000 وظيفة تقريبا. يوم عدل الوظيفة بكلف بين 10,000 و 100,000 حسب إذا كان لو تك أو هاي تك. عم نقول ب 40,000 دولار، يعني بدنا 1,200,000 دولار بالسنة زائد التمويل تبع الدولة. يعني بدنا نحن زيادة بالديبوزيتس تبعنا 5 أو 6 أو 7 مليار دولار. تشوفوا هدول ما رح يجي إذا ما كان في استقرار سياسي. حتى نقدر نفهم أكيد حكية زميلة حنان عن إنه ما في إحصائيات، إيه ما في إحصائيات، عندنا 3 إحصائيات نقدر نتكل عليهم 2004 2007 2009. These are the only 3 officials اللي نحن معنا ليهم. اللي الدولة هي بإدارة الإحصاء المركزية اللي هي عملت. نحن اليوم البطالة تبعنا أنا بقولهم ثلاثة غلطات. الورد بانك ومعالي الوزير لسبب واحد. نحن البطالة بدنا نحسبها لبرا. نحن خارجين مليون في مليون برا، بطالة تبعيتنا مليونين. يعني عندنا 50% عم يشتغلوا، مليون ونص مليونين. نحن لازم نشوف البطالة تبعنا 50% مش 10 و12 و14. وقت نشوفها نخلي العالم تحس انه العملية سيريوس وجدية. وهذا الاقتصاد اللي نحن ماشيين فيه التهجيري من 30 40 سنة لحد هلا لازم نعرف نحط له ستوب ونقول نحن لا، لازم نمسك الجذوع نجلس العملية لأنه هيك ما بيكفي. حابب بس لكم هيك شو هي اذا بدكم التوصيات، رح روح بسرعه اكيد ما عندنا وقت نحكي. في 3 قضايا، في الفيسكال بوليسي، مونيتري بوليسي، والانستتيوشنال ريفورم. بالفيسكال بوليسي تاكس ستراكشر مهمه ما رح فوت كمان فيها. تاكس اون ليبر في كويشن كبير عليه. سوشيال سيكيورتي كونتريبيوشن، انه اليوم الضمان وبعض القضايا ما لازم يكون بس بيحملوا رب العمل، بركي لازم يحملوا كتاكسز جنرال تاكسز من الدوله. مش دائما بدنا ندقل على خلق الوظيفه. اليوم النقابات اللي هي اليوم عم بتسكر على كثير قضايا، اليوم سلسله الرتب والرواتب شو هي؟ شو فحواها؟ ما حدا قال هي فحواها. هل اللي باقيين بيدافعوا عن معاشاتهم وهل اللي برا ممنوع يفوتوا على سوق العمل؟ بالنهايه بوتوم لاين هي انه كيف بدنا نوزع. بالنهايه ما بقى في نيو انترست، عم نخلق 3400 وظيفه، شو بنعمل فيهم؟ يعني عم نخلق مشاكل، والمشاكل هدول بيخلقوا مشاكل بالضمنيه، بيخلقوا مشاكل بعكار، بيخلقوا مشاكل بعكسال، بيخلقوا مشاكل وين ما حل. هدول لو معهم مصاري ما حملوا البارودة. ما حملوا البارودة، لو معهم مصاري، لو في عمل لهم، لو خلقناهم من 10 سنين، اليوم ما حملوا البارودة. ما معترين هدول يعني بالنهايه، ما عم دافع عنهم انا. بس انه بالنهايه نحن حق علينا، نحن ما عملنا واجباتنا تجاه. اكيد في عنا ريورينتينج، مثلا رح اعطي بابليك سبندينج، انه اليوم في مليارين عم يروحوا هدر للكهرباء، خلينا نمسكوا المليارين اعطوه كاش ماني للي بيخلق وظيفه. لو هو بيفتح اعطوه كاش بلاش، ما هن عم بيروحوا كيف ما كان بلاش هدر. اعطوه لرب العمل 6 أشهر حتى ياخذ يوظف حدا، خلقوا باسريل من البابليك سيكتور للبرايفت سيكتور. يعني كل هدول افكار يوم قادرين واحد يقدر يتعلمها، بس لو اعطيناها ما في حدا بيسمعها. بالمونيتري بوليسي في تولز الاقتصاديين بيعرفوهم. يعني عم نحكي مثلا اذا كانت شو ما هلا؟ كامينج اوكي. فيليبس كيرف، بتعرفوا هو الفيليبس كيرف اللي هي a trade-off between inflation and unemployment. بنشوف الفيليبس كيرف تبعيتنا نحن، يعني ما فت بدراسات بس عملت شوية statistics، بتلاقي انه ببعض المراحل بتلعب وبعض المراحل ما بتلعب due to high volatility. هلا
يعني دون عندي الاحصاءات اللازمه او هل هي محطوطه على الطاوله صحيحه او مش صحيحه، انا ما فيني اعرف او دقيقه او مش دقيقه. عندنا الاوكن امبريك الاوكن لو هلا بتشوفوا يا حني ان امبلويمنت بتشوفوا ان امبلويمنت نحن تبعنا ما عم ينزل عن تقريبا 9% الافريج تبعه. بينما بتشوفوا هيدا نحن الان امبلويمنت تبعنا 9% منه عالي، لانه الان امبلويمنت مشان الفئه 35 39 اللي محل ما بيهاجروا الشباب وكل شيء او بيكونوا دبروا وظائف بقيوا 2%. بينما اذا بتاخذوا الويتد افريج تبع الكلاس بيطلع 9%. بتاخذوها هون اتس 2%. وعند مثل ما قالت كمان حنان انه عند اليوث حنين بده عند اليوث لا ما هي لانه مبين عليها كلها حنان. العملية بتلاقي توصل للنسوان ولنسوان في عنا employment للنسوان بيوقف التسعة من بعد برجع بيرجع. So في we need incentives. اي لا بس انه هذا الاحصاءات تبع المؤسسة اللي شو اسمه؟ إدارة الإحصاء المركز. لانه الامبلويمنت بتيجي على طالبين العمل، اذا في نسوان مش طالبين العمل ما بتفوت. مظبوط. يعني الهاوس هولد اللي قاعد بالبيت ما بتفوت. اكزاكتلي. طالبين العمل. هي بالايلو، ايلو ديفينيشن انه حابين يشتغلوا او اجاهم وظيفه. هذول بتعتبرهم، هذول بتعتبرهم. بوستولان للشغل. اكيد. هون بتشوفوا في عندنا 3 ديفليشن هون صاروا بال 2004 2005. الغريب يعني فينا نشوف باقي الجرافات نشوفهم هيك اوضح، بتلاقي اوقات وقت يطلع الجروس بيقشط شوي الانبلويمنت. هون قشط الجروس كمان قشط شوي الانبلويمنت، يعني بتلاقي انه السيريز ما كثير دقيقين، يعني انا عندي كويشن مارك على السيريز. هون هلا اللي رح نطلع ما بعرف اذا رح نقشط على ال 11.7 لنقشط بدل ما نزيد حاليا. بس عرفتي كيف؟ يعني اي دونت نو قديش في افيد اون ترايل. السبعه تبعها غير سرعه هيك. البيس اوف ديفلوبمنت للجروس تبع ما بتتاثر بجد السنه. ايه لا مش قصد غير اللاج عم نحكي في فاكتور بزياده. سو الفاكتور بزياده يعني هو افري 2% اور 2.5% جروس بتنقص باي 1%. This is a general rule بس ما بعرف اذا ما عندنا كفايه ستاتستكس بلبنان تنشوف. اخر شيء بعد في عندنا اكيد السنترال بانك والانترست ريت شورت تيرم انترست ريت. هدول قضايا بنشوف انه بنقدر نلعب بالفيسكال بوليسي والمونيتري بوليسي على مدى سنه على مدى ست شهور، بس ما فينا نلعب فيها اكثر. ريل ريفورم لتروح ستراكشر. وستراكشر وقت عم نحكي ليبر لو مينيموم سالري، عم نحكي عن اندكسينج، عم نحكي اليوث مينيموم للشباب. عم نكون في عنا فلكسبيليتي الارتيكل 50 يعني قانون الماده 50 من قانون العمل يعني كارثه. يعني في بعض القضايا هيك الالاستيسيتيز نرجع نشوفها. يعني في كثير 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 شغل اليوم ما قادرين نحن بمرحله معينه هيك انه نقدر نختصرهم. يعني ما بدنا تاخذنا سنه بس 5-6 دقائق ما فينا نحكي بعد في خلي مجال للدباغ يعني ما فينا نحلها نحن. لا معي بس عم بلفت النظر انه في كثير تولز بدها كثير شغل، وبحال انشغلت بده يكون في نظره شامله. اليوم ما عندنا نظره شامله بلبنان، ما وصلنا نظره شامله، وما عندنا حدا اذا لقينا تولز واتفقنا 4 أو 5 أو 10 أو 20 اذا اتفقوا عليها ليه ما في حدا يقدر ينفذها لانه لا توافق سياسي. وشكرا. البير كورسانيو، انا اقتصادي ومدير شركه ارتيود ديليتر للليفانت. أرتيود ديليتل هي شركة استشارات استراتيجية وكابراتيك على قد ايه لبنان بيقدر يكون اتراكتيف بالنسبة للإمبلويمنت، لأنه أنا عنا هيك شركة بتفتح بلبنان، لنا شهرين فاتحين بلبنان، وننقل يعني جزئيا ستاف تبعنا من دبي إلى لبنان، لأنه لبنان بلد رائع وبقدم كثير 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 أمور لشركات الخدمات، يعني كل شيء بريستاسيون انتليكتوال. اللي حابب احكي عنه هو اولا كمقدمه، انا بيلفتني بلبنان غياب الكلام الاقتصادي عن
السياسة. وهذا شيء ملفت جدا أنه الجدلية السياسية من أي بند اقتصادي، والأحزاب السياسية عادة ما عندها أي برنامج سياسي، والديبيت عم بيصير على شعارات طبعا مهمة مثل السيادة وإلى آخره، بس مش قادرين كتير نتقدم فيها للأسف، والاقتصاد عم بيروح بالهوى وما في برامج لهالموضوع. هيدي أول دلالة عن عدم اهتمام الطبقة السياسية اللبنانية والطبقة الحاكمة بالإجمال بالأمور الاقتصادية. تاني دليل هي موضوع الإحصائيات، طبعا مع الاعتراف للعمل الممتاز المعمول من الورد بانك والمؤسسات مثل الورد بانك اللي بتعطينا مؤشرات، بس اليوم ما في أي كونسنسس بلبنان أو ما فيها أي إجماع على أرقام البطالة بلبنان. مثلا أنا عندي رقم من البيئتي البنك انترناسيونال دو ترافاي، البيرو انترناسيونال دو ترافاي، اللي بيقول في 22% بطالة بديسمبر 2014 بلبنان. يعني أي هو الرقم المضبوط؟ هل نحن ب 11 أو 22؟ وشو التعريف المضبوط للبطالة، علما أنه الحكومات الأوروبية أيام بيتلاعبوا بالتعريفات البطالة ومنشوف أنه الأنديس بيطلع بعدة نقاط. وهاللي شيء حابب ألفت له كمان بالمقدمة، هو في بطالة وفي بطالة ديجيزي، يعني بطالة غير معلنة، اللي هو بيسموه الامبلوا بريكير أو يعني العمل الهش أو البدائي الموجود بلبنان، اللي هو ما له أي إطار تنظيمي وما في أي حماية لهالعامل هيدا. ومنشوف كلنا بحياتنا اليومية قدي في ناس من فالي باركينج لأكبر من هيك قدي موجودين بكثافة وما عندهم أي حماية. بقول أنه البطالة منه موضوع بحد ذاته، لأنه البطالة هو محصلة، هو أوتبوت منه إنبوت. البطالة هي محصلة كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي تبعتها الدولة وحتى القطاع الخاص بلبنان، مشان هيك هي مسألة شائكة. حابب أتطرق بسرعة جدا ولو عدت بعض النقاط اللي وردت قبل لكم بوادر حل نقدر نناقشها بعدين. طبعا نبلش بالسياسة التربوية، لأنه السياسة التربوية هي أساسية بموضوع البطالة. واللي بدي أقوله باختصار هو لازم يكون في مخطط توجيهي بالسياسة التربوية. بدي أحكي عن أهمية التعليم المهني، وبفتكر نذكر قبلي، وعم نشوف اليوم أنه دول مثل فرنسا اللي بعرف شوي أكثر عن التعليم فيها عم بيتجهوا أكثر وأكثر من السكوندير لتوجيه التلاميذ إلى بكالوريا مهني، بكالوريا تكنولوجيك، بكالوريا يعني عندهم عدة أنواع باك مهني، لأنه بالتعليم الجامعي عم نوصل لنسب عالية أما في طلب لغير أنواع مهن. بلبنان ما التعليم المهني منه فالوريزي، يعني ما في أي منه محاط بأي سياسة، وبعده اجتماعيا ما حدا بيطلع عليه بطريقة إيجابية. وهذا شيء خطر كتير كبير على لبنان، لأنه عم نستورد هاليد العاملة مثل ما قال معالي الوزير. هذا شيء ملفت، كله نون كاليفيه، يعني ما ندور نون كاليفيه، فينا نجيبهم يكونوا كاليفيه وينجوا اقتصاديا. ثانيا بدي أحكي عن أهمية الاختصاصات المنتجة. مثلا شفنا بمجلس الوزراء من شهرين طلبوا ترخيصات لجامعات يعملوا صيدلة، علما انه الصياد اللي بيعرفوا على كل حال بلبنان انه في بطالة كتير قوية وفي كثافة صيدليات بلبنان. ليه بدنا نزيد كليات تعطي صيدلة ببلد في بطالة كتير كبيرة للصيادلة؟ بقى هيدا طبعا كمان الدولة لازم تهتم فيه. ثانيا بدي احكي عن موضوع انا كتير بلاقيه انه هو لب المشكل بلبنان، هو اقتصاد الرايع، يعني رنت ايكونومي او ايكونومي دوران. نحن بلبنان عايشين باقتصاد رايعي منه اقتصاد منتج، وصارت عنا ثقافة اقتصاد الرايع وثقافة عدم الانتاج. ورح أعطي كم مثل على ذلك. اولا قطاع العمار اللي هو بيستهوي جميع اللبنانيين، كل واحد معه ليرتين على جنب بيعمر وبيعمر لأولاده كمان فوقه. اولا البلد خربناه والمدينه ما عاد لها اي بهالشيء اللي عم بينعمل، وشفنا الانفايرمنت بلبنان كيف عم بيندار من وراء هالتخمه بالعمار اللي عم بيصير. ثانيا هو بالكويفيسيون ملتيبليكاتور او التضخم اللي بيعمله كل سيكتور، وهيدا دراسات ايكونومتريك بتعطي لكل سيكتور قد ايه هو بيقدر يفيد الاقتصاد. العمار هو بيجي بالاخر،
لأنه ماندوفر هي نون كاليفيه وماندوفر أجنبيه ودونك المصريات اللي عم ندفعها عم بيظهروا من لبنان وفي كم مهندس وشيف دو بروجي لبنان عم بيشتغلوا. نحن عم نصب كل اقتصادنا على العمار شيء خطير جدا وغير منتج. ثانيا هي احتكارات الدولة كمان هيدا رايع مونوبول رون احتكارات الدولة. أنا ما بعرف ولا بلد، أنا بشتغل بالاتصالات أساسيا أكثر شيء بالكونسلتينج، ما بعرف ولا بلد بالعالم غير ليبيا الاتصالات فيها هي مؤمنة أو يعني الدولة بتملكها، وهذا شيء ملفت جدا وصارت محسوبيات سياسية الشركات بدل ما تكون منجة، علما أنه لبنان أول بلد أطلق JSM بالتسعينات بالتزامن مع فرنسا. مش بس على الاتصالات، بدي أحكي على المرافق العامة وعلى الكهرباء. كمان البلاد القليلة اللي بعرفها اللي الدولة هي بتنتج كل الكهرباء هيدا. كله هيدا شركات، يعني وقت تكون الدولة بكون شيء مهري وشيء محسوبيات سياسية، وقت نحرر يصير في شركات بيصير بدون مانجر يوصفون وبدون ماركتينج بيشغلوا قطاع الإعلانات بيشغلوا الاتش ار بيوصفوا ناس مرتبين، ببطل في طائفة ومحسوبية لأنه صاروا بدون يجنوا الأرباح. ثالثا هي السياسة المالية أو الفوائد العالية اللي كمان قتلت الاقتصاد بلبنان. بركي لنهدي الليرة، على كل حال ما في شيء بالاقتصاد ما له سعر، وتهدية الليرة طبعا هي عندها عوامل إيجابية بلبنان وكانت ضرورية بمرحلة معينة، بس هالفوائد الموجودة بلبنان هي بتقتل الاقتصاد لأنه هلا قدر يعمل 7-8%، أنا ما بعرف ليه بده يستثمر. رابع نقطة باقتصاد الريع هي وظائف الدولة اللي تفضلتوا وحكيتوا عنها اللي كمان عم يتهفتوا عليها لأنه هي وظائف رعوية والواحد ما بيعمل شيء وبيقبض كل حياته. ثالث نقطة بدي أحكي عنها هي تعزيز قدرة لبنان التنافسية بالبنى التحتية تماماً، ونذكرت قبل ما أحكي بس حابب أطرح حل. في شيء اسمه PPP يعني الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. أنا مش عم بفهم كيف لبنان بعد ما اتبع قانون PPP له 10 سنين بأدراج مجلس النواب، والPPP هو الحل للبنان لأنه عنا مصارف قوية قدرت تمول هيك مشاريع وعنا شركات مهمة فيها تاخذ هيك مشاريع وبعدنا واقفين على PPP. بس بدي اذكر شغلة، انا اشتغلت ببروجي من كذا شهر على مطار اسطنبول، عم بعمره مطار ثالث. الشركة اللي اخذت المطار باسطنبول دفعت للدولة التركية $600 مليون كاش بلس ريفينيو شيرينج على 30 سنة. يعني نحن بلبنان لنوسع المطار لازم الدولة تدفع من الخزينة وهي الدولة ما معها مصاري، وهيدا بشي البور زيت الشي، المطار زيت الشي، الطرقات زيت الشي، سكة الحديد زيت الشي، كل هالمشاريع الاقتصادية واقفين على الدولة بينما القطاع الخاص بيقدر ياخد عنها. بقصة كمان تعزيز قدرة التنافسية، المنظومة الضرائبية اللي ما بتشجع القطاعات المنتجة وما بتشجع توظيف الشباب بالسوشال سيكوريتي. الشي الملفت انه كل ما واحد يكون معاشه صغير كل ما بيدفع ان بورسنتاج اكثر، وانا هيدا بلد اول مره بشوفها بالعالم، بالعاده هي تصاعديه، يعني كل ما يكون معاش كبير كل ما الكونتريبيوشن تبعه بيكون اكبر حتى ان بورسنتاج. بلبنان نحن طبعا ماشيين بالعكس، وبدل ما نعمل سياسات ضرائبيه تشجع توظيف الشباب وتوظيف الفئات الضعيفه من المجتمع واللي عم بتعاني من البطاله، عندنا فلات ريت على الكل ما بيقدر يعمل شيء. وبعدين ما في عدم وجود أي سياسة مكرو اقتصادية لا تشجع القطاعات المنتجة. بدي أختم كمان بكلمة واحدة عن المؤسسة الوطنية للاستخدام، كمان عم نحكي على البطالة. اليوم قبل لحضر هالكم نقطة ضربت على جوجل المؤسسة الوطنية للاستخدام ما عندها ويب سايت، يعني نحن عايشين منا موجودة يعني ما لها علاقة. يعني هيدا شيء مؤسف جدا، وهيدا طبعا بيبين امور البطاله بلبنان. شكرا. انا بس حابب احكي عن العماله السوريه. انا بلاقي العماله السوريه عندها ادفانتجز كمان، يعني نحن اخذين عم ناخذ دعم من الحكومه السوريه لانه كانت تدعمنا بكثير قضايا وعم يجوا لعنا بعمليات رخيصه. نحن بدنا اذا كان سبستيوشن على اللو سكيل، نحن شطارتنا عم نبعث الهاي سكيل بيبل لبرا، شطارتنا نعمل هالترانزيشن. نحن كيف نحن طبعا نرجع هدولي ونحسن، اذا بدك نحن انا برايي لحي دبي كيف ما كانت دبي صار فيها نمو لو ما في بنغلاديشيه وباكستانيه وهنود. نحن عندنا
بس مش كلمة نحن فقط مع العمل السوري. هاي لا في لا أو ببعض القضايا أهلوا لشيء higher value added عن إنه اللي عم بيجوا السوريين. أنا بصراحة بتشكرك على المبادرة، بتشكركم، بتشكر الثنتان على المبادرة ينطوي على موضوع اقتصادي جدا مهم في الوقت الحالي، وعنده تداعيات على المواضيع الاجتماعية والأمنية بالبلد. بالحقيقة بتضل البطالة اليوم هي الأبرز والأصعب والأهم. بعتقد أنه وصلنا لنسب مش مسبوقة بتاريخ لبنان بالبطالة رغم التفاوت بالإحصائيات. يعني سمعنا اليوم الإسكو عنده رقم، الورد بانك عنده رقم، الدولة عنده رقم، الوزارات المعنية عنده رقم، بس هيدي مشكلة كبيرة. ونعرف أنه التوتر السياسي والأمني بالبلد يعني أساسي فيه هو كمان البطالة عند الشباب. الواقع بيشير إنه أكبر نسبة جرائم، أكبر نسبة خلل اجتماعي، أكبر نسبة مشاكل بالطرقات هي أساسها البطالة. ما بدي أعيد يلي انحكى، بس بدي أقول إنه اليوم في عنا مثل ما قال الأستاذ روي بداله إنه في عنا بطالة بلبنان، بس العالم كله عم بيعاني من بطالة بسبب الأزمة المتواجدة، وهذا عم يؤدي لصرف لبنانيين عاديين بالعالم وخاصة بالبلاد الخليجية يلي كانت هي تستقطب أعداد هائلة من لبنانيين، واليوم هيدي أبواب مسكرة وعم بتزيد وتفاقم نسبة البطالة. أنا بتطلع أنه المقلق هو أنه المستوى المرتفع من البطالة هو عند الشباب حاملي الشهادات وأصحاب المهارات. الوظائف القليلة يلي معروضة بتتركز معظمها على القطاعات يلي عندها انتاجية منخفضة، بالرغم من أنه نظام التعليم بلبنان بيقوم بتوليد عدد كبير من المتخرجين يلي عندهم مهارات عالية. جامعاتنا، حكينا عن التعليم، جامعاتنا عم بتطلع سنوياً على سوق العمل ألاف من الطلاب، يعني نحكي بـ30 لـ35 ألف طالب بالجامعات والمعاهد، 20 لـ25 ألف متخرج ما في عندهم فرص عمل تكفي لخلينا نقول هالسنة كنا نحكي بـ12 فرصة عمل، ونحكي بـ6 بالقطاع الخاص وـ3 بالقطاع العام. اليوم ما بتصور توصل لـ4000 5000 فرصة عمل للبنانية. الشاب اللبناني المتخرج عم بيقعد معدل 18 شهر سنة سنة ونص ليلاقي وظيفة. ف أنا بدي أوصل لأقول مشان ما فوت بتفاصيل. أنا بعتبر إنه ما في عنا هاند شيكينج بين النظام التربوي بلبنان وسوق العمل. بهالسياق بس بدي أحكي إنه الاختصاصات الجامعية والمهنية عادة تربط بحاجات سوق العمل، وعليه بيتم وضع استراتيجيات عملية من قبل القائمين على الشأن التربوي لحتى يوفقوا ما بين متطلبات سوق العمل والاختصاصات اللي بتوفرها الجامعات والمعاهد. هيدا للأسف هالمعادلة بلبنان منا موجودة. في غياب لرؤية رسمية توجيهية شاملة للنهوض بالاقتصاد والنظام التعليمي وسوق العمل بنفس الوقت. كنت بتمنى يكون في معنا حدا من وزارة التربية والتعليم. بالسياق لازم اتطرق كمان للإهمال اللاحق بالتعليم المهني بلبنان، على الرغم من الأهمية اللي يمكن أنه يلعبها التعليم المهني والتقني بتلبية احتياجات سوق العمل المحلي
بس هيدا نظام منه موجه بلبنان بالشكل الصحيح لتلبية احتياجات سوق العمل. على نظام التعليم المهني والتقني انه يقدم برامج مبنية على دراسات منهجية لاحتياجات سوق العمل، كما والعمل على تحليل قطاعي قطاع لتوجيه التدريب المهني. سياسة العمالة مفقودة بلبنان، ما في مؤسسة تتناول العرض والطلب على القوى العاملة لتوفر توازن بينهم. وهون ما بدي فوت كمان بمسؤولية الكبيرة اللي بتجي على عاتق المؤسسة الوطنية للاستخدام، وما بدي غوص بالموضوع نحكى عنه، بس بدي اجي نحكي عن حلول بما أنه وصلنا للحلول. أنا بعتبر الحلول انطرحت معالي الوزير واللي تكلموا قبل، حكيوا أنه النمو بالاقتصاد الوطني أساسي ومن خلاله تقدر الدولة تستوعب عدد كبير من العاطلين عن العمل. لازم ينخلق بنية جاذبة للاستثمارات يلي بتولد كمان فرص عمل، وهيدا طبعا بيحتاج لوضع سياسي وأمني مستتب ومستدام. لبنان ما بيعيشه بالوقت الحالي للأسف. أنا بعتبر الحل هو ينعمل صدمة إيجابية positive shock عن طريق خلق فرص عمل بشكل كبير، وهيدا في له حلين بنظري. في الـ private public partnership، الشراكة القطاع العام والقطاع الخاص اللي تكلم عنه الأستاذ، بس كمان أنا بعتبر أنه ممكن يتأمن من حاجات قطاع النفط بلبنان. عم نحكي عن قطاع النفط وكلنا بانتظاره، هيدا قطاع ممكن يستوعب من 40 لـ50 ألف فرصة، 40 لـ50 ألف فرصة ممكن يشكل بوزيتيف شوك. قطاع النفط بده مهارات وخبرات وتقنيات مش موجودة بلبنان. لازم اليوم ينعمل مناهج، لازم الجامعات تخلق فروع وميجرز حتى تلبي حاجات السوق، لأنه للأسف إذا وصلنا لموضوع النفط بلبنان وما عندنا هالاختصاصات رح نستوردها من الخارج، وهيدا كمان بفاقم المشكلة يلي موجودة. فؤاد زلقها لجامعة مجال الأعمال اللبنانيين، بشكرك دكتور نادر للقاء المهم والقيم اللي نحن عم جرب نحكي فيه ونشوره ونسين. هل نحن متفائلين ومتشائمين؟ نكون كثير واقعيين انه نحكي حديث حتى لو عم نتاخذ، نكون صريحين بالواقع الموجود. وحابب اعطيكم وجهه نظر الشركات بالواقع اللي عم نعيشه اليوم، ليش ما عم نوظف، ليش ما عم بيعمل وظيف، وشو عم نحس. بدي ساعدهم بس رقمين، مع انه صار في عندنا مداخله البنك الدولي، بكل فخر شو على موضوع المايلز ريبورت. بتمنى انا ما يطلع ريبورت جديد، لانه اكيد رح اتعزي كثير من هيدا. فالارقام اللي عندنا اياهم عن شغلهم، لانه اكثر من هيك ما بنتحمل. في رقم مقلق جدا انه نحن على سنويا بين المايلز ريبورت اللي اشتغلنا سوا فيه، يعني انه عندنا 3500 فرصه عمل سنويا ونحن عايزين 20,000 25,000. يعني نحن مش عايزين 10% او 20% زياده، او حتى لو دوبلنا فرص دوبلناهم ضربتين اللي هو مستحيل، عايزين 6 مرات زيادة. فخلينا نبلش احنا من الاخير انه شو قدرتنا كلبنانيين كشركات، عايزين 600% لما اقول اكثر. يعني اذا شو شغلنا وكلنا وظفنا دوب، هلا الشركات مو بدوبالنا ما بنوصل على حد الادنى اللي عايزينه. نقطة ثانية بنحب نعرف انه التوظيف ببني على الاستثمارات. الرقم الثاني المهم بحب شارككم فيه انه الاستثمارات بلبنان الـ FDI انخفضوا من اخر سنين ولا 10 ولا 20%، خفضوا بين 40 و50%. الموجودين بيسألوا لي كنا عم نحكي بين 4.9 ل 5 مليار FDI، نحن توصلنا ل 2.5 ل 2.6، يعني تقريبا النص. يعني الاستثمارات الخارجية انخفضت في لبنان ونحن مش كثير متفائلين للأيام الجاية. والاستثمارات الداخلية والاستثمارات الداخلية كمان انخفضوا لسوء الحظ. نقطة ثالثة كمان مهم نحكيها، إنه بالنهاية المخاطر السيادية اللي عم نعيشها كل حياتها موجودة، بتطلع بتنزل ما في شك. وبركي بسنة 2014 المخاطر السيادية صاروا الناس ازدادوا، لكن اللي تغير وهذا كثير مهم نعرفه، إنه المردود على الاستثمار باللبنان على الشركات انخفض. يعني ريتيرن اون انفستمنت بكل القطاعات لسوء الحظ انخفض.
فهذا بيفنجي انه الشركات منهم ملائمه هلا اليوم يزيدوا استثمارهم وقت مردودهم عم بيعيروا الشركات ورجال الاعمال اللبنانيين يتجهوا على اراضي بركي فيهم مخاطر اكثر من لبنان او نفس الطريقه لكن مردود اكبر عم بيتجهوا على العراق عم بيتجهوا على افريقيا والجنوبيه لانه المخاطر حتى لو نفسها لكن مردودها عم بيكون اكثر وهيدا هي نقطه كثير مهمه وهيدي رابع سنة نحن عم نشهد نمو 1.5% وكمان واقعيين يعني شو ما عملنا بركي مع كل هالتحفيزات اللي عم يكونوا مصرف لبنان مشكورين ممكن نتوصل على 1.29% بسنة 2015. طيب هالوضع بهالركود هيك لنقسم الشركات شو هن؟ عنا شركات كبيرة وعنا شركات صغيرة ومتوسطة. الشركات الكبيرة بهالوضع فيني أكد لكم بتمنى حدا يقول أنا غلطان بالعكس هي شغلة كثير مهمة بتوقف استثماراتها وتوقف على كل حال بلبنان تنطر هالغيمة تمرق هيدي واضح وهيدا عم نشوفه كل يوم او يكون عندها استثمارات او توظيف برات لبنان وهيدا عم نشهده اليوم لانه بدهم يكون في نمو عم يروح على غير اراضي هاللبنانيين اللي عم يتوظفوا مهنا شركات برات لبنان بنعدهم اذا بناخذ الطريقه من موضوع البطاله لانه هن موجودين برات لبنان وقاموا علينا انه نحن بالعكس عم نتعدى على حقوق المواصلين ونحن عاملينها للبطاله يعني هذا مشروع بالتوصيات ما راح احكي لانه وقت حكيته قاموا علينا كل النقابات بس هذا نسمح البارت تايم بقلم البطاله نسمح للشركات وللعمومه ولغيره بس مهم ومن نقطه ثانيه بقول لك الاسامي انا انجا عم بدي اسكر كلفتي مديونيه عاليه ما رح زيد كلفه السيفتي فبالنهايه اذا اسامي ما قدرت توظف ولارج كومباني ما قدرت توظف نحن من وين ما نخلق فرص العمل مصرف لبنان قام بالمذكره 331 على الشركات المنتجه يعني ستارت اب هيدي شغله ممتازه بصراحه يعني عرف يعني نحن هالدراسات انعملوا ومعه حق 100% انه نحن اذا ما خلقنا شركات صغيره الشركات الموجوده وصلوا على الاحمر صعب كثير هيدي ما فينا نعرف اكيد مرحبين بهالموضوع لكن بننطر سنه لنشوف تقريبا شو نتيجته وانا على كل حال متفائل بهالموضوع نحن نيجي نعطي استراتيجيه كمان رح اقول لكم شيء هذه ضد كل تقاليدنا وكل شيء تعلمناه وكل شيء بنعلمه، نحن تعلمنا نعمل استراتيجيه بشركاتنا ونعلم للتلاميذ نعملها، هل نحن فينا نطرح استراتيجيه بالوضع السياسي الموجود بلبنان؟ بقول لكم لا بكل اسف، بعتذر دكتور جميل حكيت امبارح باللجان النيابيه اللي شاركنا فيها انه ما فينا نعمل استراتيجيه، شفنا اذا بنشارك كيف باللجان النيابيه بيصير الحديث وكيف اول ربع ساعه وقت بيذهبوا المصورين بيبقى لنا نائب او اثنين موجود. أكثر بقيت بقيت ليتي ما بيأثر. طيب هيدا اليوم كيف عم نجي نشتغل على التشريع؟ ما هيدا الحقيقة سوري عم خبركم نعمة معي. فينا نعمل خطة؟ لا، أكيد ما في جواب ملائم للخطة. فينا نعمل شيء ما يسمى بونكيوال. يعني أنا بقول لكم كشركات نطلب بدنا ننخف ضخ سيولة زيادة للشركات. يعني مشكور مصرف لبنان بمليار دولار بنحطهم، لكن بدنا ضخ سيولة التشغيلية دكتور نادر وليس للاستثمار لانه الاستثمار من الجو منه ملائم بس اموال تشغيليه بتخلي المديونيه تنزل بتخلي الشركات تحركوا اكثر خاصه الاسامي اموال تشغيليه الفوند وركينج كابيتال النقطه الثانيه طب ما التحفيزات اليوم تحفيزات الشركه اللي هول الشركات عم ينخلقوا معلش شيء اذا كانت 4 سنين ما دفعوا ضرائب ما راح ياثر شيء على الصندوق على قليل الشركات الجديده اللي عم نجرب مثلا نقبل 5 سنين ما يدفعوا يا جماعه ما يدفعوا تحفيزات ضريبيه بس هيك شكليه وما بدها شيء ما بدها مجلس وزراء ساعد عم بعطيك هيك نقاط صغيره لانه نقعد نبرم استراتيجيه ونقعد نرسمها انا من هون لنخلصها بكون بركي تغيرت الوزاره وهلا عم يصير مع كل محبتنا لكل الوزراء اللي بيجي كل وزير بيجي مع طاقم بيجي بنرجع نقطه الصفر بنرجع كل شيء حكيناه مع معالي الوزير نحاس اللي موجود عم نرجع من الصفر مع معالي علاء حكيم اللي صديقنا وخينا مش كرمال شيء لانه سيستمنا هيك راكب مش لانه هن بالعكس كل واحد عم بيجي بنيه صافيه لكن كل مره عم نرجع نقطه الصفر بعد سنتين شغل بتشكركم اسمح لي نطلع على نقطة صغيرة بس إذا الواضح إنه كل شخص منا حكي أنا لإلي استفدت من كل مداخلة كل شغلة انطرحت فيها شيء إيجابي بيساعدنا على الحل من هون أنا ما بدي أخربط بين استراتيجية وحل متكامل حل بده يجي متكامل هلا في عندنا مشكلة معلش رح أعطيكم أنا يعني بما نحكي بموضوع بدي أرجع لموضوع البطالة بموضوع الاستراتيجية العامة اليوم الوضع الاقتصادي ما بقى يحمل معالجات التجزئة بده حل متكامل ما بقى فينا نحل هون هون بتحل مشكلة تاكس بيطلعوا الناس بيصرفوا بدك حل متكامل مش هيك نحن عم نطرح بدك تعمل ايكونوميك ستيمولس ميجرز مثل ما عم بيقولوا هيك عم طرحين ست بنود ما رح احكيهم هلا ما ياخذ كثير وقت بحل متكامل بس انا بدي شوف ليش ما بنقدر نعمل هالحل او بنقدر نعمل
بدي صلت الضوء على تجربة. عم نحكي عن البطالة، نحن متعلقين بلبنان صناعيين من الموظفين هذيك السنة عاملين استثمارات كبيرة ودائما عم نزيد يعني استثماراتنا بلبنان. شفنا من سنتين انه يمكن من المجدي انه نمشي برا، اتجهنا على فرنسا. بس بدي اعطيكم التجربة، اخذنا معمل 60 شخص بس تنخلي سقف اكيكم انا عشت تنخلي 60 شخص يعني نعيد معمل بخلي 60 شخص بالفرنسي بيقولوا تابي روج يعني كل المنطقه كل رئيس الريجيون رئيس السناتور كل هو البريفي يعني اهتمام الابطال بجميل يلي عم ينعشوا الاقتصاد الفرنسي وزياده نحن بنشغل 60 شخص اعطونا لون على بشروط يعني شروط كثير ميسره 5 سنين. نحن بلبنان بس بدي اعمل المفارقه، نحن بلبنان سكر يوني سيراميك 470 شخص، ما بعرف كم شخص كم حدا زعم او اهتم من المسؤولين سكر 470 وقد ايه بتاثر على البلد. عم بحكي هالشيء لانه يعني بس نحكي كمان راجع مع المسؤولين انه دائما في لا نحن بالدبليو تي او وما بقى في. هلا عم بعطيكم مثل بفرنسا، انا ما هيدي ما عم بحكي بافريقيا، فرنسا من اعضاء الدبليو تي او اليوم مش عم ننتبه انه البلد بده سياسه اقتصاديه من دعاة دارس اقتصاد ومن دعاة السوق الحر، بس في مينيموم بالسياسه الاقتصاديه لازم تنعمل، وقت ما بنعمل المينيموم بالسياسه الاقتصاديه عم ندفع حقها. بدي بس ذكر انه نحن وقت اذا بتجي بتراجعوا يعني تجربه لبنان السابقه عم نحكي المستقبل وبدنا نقدم وشو، خلينا نراجع تاريخنا السابق. نحن لحديث ال 76 كان عندنا نسب الوديعة بالمصارف بالنسبه للناتج الوطني كانت اعلى نسبه بالعالم، كان اعلى من اليابان واعلى كان الـ M2 of the GDP 1.3، كان امريكا 0.68 0.97 جابان 0.68، كان عندنا بديل بس بحكي كان عندنا يعني كان منتظر وكان عندنا نمو كثير عالي، بتطلع عنده نمو كان 5-6%، هيدا معيب اليوم منيح كثير منيح، بس معيب لشو كان بوقتها، لأنه بوقتها كنا أقل من البلدان النامية، يعني كانوا غيرنا عم بيعمل 12% و16% وما كان معه كل المصاري. ليه عم بقول هيك؟ لأنه في نظرة غلط لازم نحن يعني بدها معالجة. وقتا نحن ما بناخذ هيدا الموضوع بمقاربه شامله بيكون عندنا يعني نقص، مشان هيك نحن اليوم اذا بدنا نعالج البطاله بدي ارجع على موضوع يعني الساعه، بدنا نخلي الاقتصاد ينمى، ما فينا نعمل الا ما يكون في نمو، ما فينا الا ما نطلع على القطاعات المنتجه يلي لازم نخلق لها فرص عمل، يعني انا اذا بدي اطلع ليش انه لبنان ما قدر استفاد من الفتره السابقه، انحكى كثير عن الاف دي اي، الاف دي اي كثير ضعف بس قد ايه بيجي مصاري على لبنان؟ نحن قد ايه عم نستفيد من الوفره الماليه؟ اليوم 172 مليار دولار موجودين بالمصارف وانا كثير فخور بدور المصارف، بس قد ايش عندنا الناتج الوطني؟ 45 مليار دولار، هيدا دخل الفرد يعني 13,000 دولار، ما بيصير، لازم يكون حجم الجاتو بده يكبر، لازم نخلق نمو، لازم نخلق فرص عمل، هيدي بتتطلب يعني منظومه متكامله اقتصاديه اجتماعيه، نحن كل اللي عم بحكيه محضرينه وعندنا افكار فيه ومستعدين نناقشه، يمكن الوقت يعني صعب بالحاله بس نحن كمان ما فينا، كمان هيدي شغله ثانيه لازم ننتبه لها، اذا نحن اليوم بدنا نضل نقول الحاله والحاله صار لها 4 سنين المشاكل بسوريا، كان في ناس مفتكرين بسرعه بتخلص، انا ما عم شوفها الا عم تطول وعم تمتد، يعني نحن كلبنانيين بدنا نقرر هل بدنا نضل عايشين على وتيره شو عم بصير برا او بدنا ناخذ الامور بين ايدينا، قادرين ناخذهم بين ايدينا، فاذا كلمه صغيره بس بموضوع الصناعه بدي احكي بموضوع الصناعه في مسماشين كثير كبير، نحن اليوم عم بنحكى انه في بطاله، انا بتمنى حدا اذا بيقدر يبعث لي عندي حاجات بمعملي لا عم بضطر مش يعني مش عم لاقي يعني بدنا اختصاصات محدده ما بتلاقيهم بلبنان، هيدي المشكله الكبيره اللي بدها معالجه وبدها وقت، انه نحكى عن vocational education في مشكله دنيويه اهم اقتصاديات بالعالم سويسرا والمانيا، قد ايه دخل الفرد بسويسرا والمانيا؟ 40,000 و60,000 و800,000 دولار، كم واحد بالمانيا وبسويسرا بيروحوا على الجامعه؟ 15%، الباقي كلهم بيروحوا على الفوكيشن. اليوم مدير عام UBS جاي من باك جراوند يعني تكنيكال سكول، مش معناتها تكنيكال مع احترامي للكل، يعني حتى بالفاينانس ببلش تكنيكال، حتى بالامور التسويقيه ببلش تكنيكال، هيدي اللي لازم ننشغل عليها.
يعني ونحن بدي بس نختم بشيء ايجابي، بدي اقول انه صار في شيء منيح بلبنان خلينا ننتبه له، انه صار اقرار لمنظومه اول عمل، يعني اول فرصه عمل، هيدي قام فيها وزير العمل مش من زمان، هيدي مبادره كثير منيحه بتشجع انه يعني الشركات تستلطف الشباب. بشكرك الحديث دكتور رودريغ، دكتور من اليوم ما حكوا بعض وعندهم مداخلات انه على طول نروح باتجاه المقترحات مش بس بنطاق استراتيجيه النمو يعني تنذكر، ولكن ايضا بالاصلاحات المطلوبه ان كان بمقاس امن العمل وبمقاس يعني كلفه العمل في المنطقه. بشكرك دكتور نادر على المبادره خصوصاً على هالموضوع بالذات. حكي كتير عن البطالة ونسب البطالة، بس للأسف ليكون عندنا سياسة لمكافحة البطالة أو لوضع أي سياسات العلاقة بالاقتصاد نحن بحاجة لإحصاءات، وأنا بشغلي بعاني كل يوم من هالموضوع، القطاع المصرفي كله بيعاني من هالموضوع، بفتكر كل قطاع أو كل شركة بتشتغل بطريقة بروفيشنال بتعاني من شح الإحصاءات بلبنان. الدراسة اللي قام فيها البنك الدولي مشكور، بس انا كنت بتمنى لو البنك الدولي راح حط كل هالوردات وهالريسورسز وهالمصاري على الاحصاء المركزي وجمع الحكومه تصدر ان امبلويمنت فيجرز كل شهر، يعني شيء معيب بلبنان انه ما في عندنا ان امبلويمنت اندكس، ما في ان امبلويمنت فيجرز تطلع شهريا او كل 3 شهور. كنت عم شوف بتركيا كيف وضع الان امبلويمنت ستاتستكس بتركيا، employment figure كل شهر على كل سكتور، عندهم عدد الفرص اللي الاقتصاد عم يخلقها، عندهم عدد الفرص اللي الاقتصاد عم يخسرها. ونحن بعدنا موقفين على دراسة عملت من 5 سنين واليوم ما بنعرف شو هو نسب البطالة بلبنان. يعني ليكون في أي سياسة عملية وعندها مصداقية لازم يكون عندنا مؤشر للبطالة بيصدر شهريا. الأردن يلي هو اقتصاد أصغر من لبنان عنده، مصر يلي هو اقتصاد أفقر من لبنان عنده، المغرب، كلهم اقتصادات عربية بتصدر unemployment figures عندها إياها. ما في أي سبب عملي لما نصدر هون هالمؤشرات الأساسية. هيدا أول نقطة. ثاني نقطة، في مشاكل في سوق العمل لها حلول، هي on the supply side يعني عدد الفرص العمل اللي عم يخلق الاقتصاد، وعند الديماند سايد مش بس عنده سبلاي سايد، يعني ليش ما في فرص كفايه، في مشاكل كبيره عند الديماند سايد. عند السبلاي سايد يعني كيف الشركات بدها تخلق فرص عمل، بدها تتوسع، اذا سئه المستهلك منخفضه بشكل غير مسبوق، صار لها 4 سنين عم تتراجع. الارقام يلي فرجيها ربيع بتعكس بطريقه مباشره مؤشر سئه المستهلك كونسيومر كونفيدنس اندكس اللي بنصدره مع الجامعه الامريكيه، واللي هو بأدنى مستوى له وصل له من 2011 عم يتراجع، وال13 و14 أدنى مستوى له من وقت ما بلشنا نحتسب هالمؤشر. وهاوسهولد كونسومشن هي أساس للطلب بالسوق. الفورين دايركت انفستمنت عم يتراجعوا طبعاً، بس في شيء أهم من هيك. اليوم القطاعات إذا نشوف على تراجع القطاعات، قطاع السياحة اللي كمان ما في مؤشرات غير مؤشر واحد متراجع 38% من 2010 اللي كانت أفضل سنة للقطاع السياحي. قطاع العقاري متراجع ب 30% حسب مؤشر بامبيبلوس للطلب على القطاع العقاري، هذا مؤشر ما بننشره بس رح ننشره قريبا. نسب النمو بلبنان 9.2% بين 2007 و2010، هبطت ل 1.5% بين 2011 و2014. هيدا ادى لخسائر بالنمو، يعني output cost output losses مجموعة 17 مليار دولار بين 2011 و2014. يعني اقتصادنا اليوم بدل ما يكون 47 مليار دولار لازم يكون 63 مليار دولار، وهيدا بفرجي الخسائر لخلق فرص العمل بلبنان. ليش في هالتراجع الحاد بالنمو؟ مش لانه في خضات سياسيه وامنيه، اكيد هيدا سبب اساسي. في خلل اساسي بالاقتصاد اللي بيجعل اي خضه سياسيه او امنيه او حتى اقتصاديه او ماليه تاثر بشكل يعني اكثر من ما لازم على مستويات النمو، بالتالي على خلق فرص العمل.
اولا وبدي فوت يعني معالي الوزير على المؤشرات الجلوبال كومبيتيتفنس اندكس، ما في مقري انا مع انه بوجه على الراس مستوى التنافسية إلى تراجع سنة ورا سنة بلبنان بين 2011 و 2014-15 تراجع مرتبة لبنان على المؤشر 24 درجة. اليوم نحن مستوى التنافسية المركز 13 بين 15 بلد أو مركز 11 بين 15 بلد عربي. الأسباب لتراجع تنافسية لبنان هي أولا الانفراستراكتشر، كهرباء، غلاء الاتصالات، سوء نوعية الاتصالات والإنترنت، قبل التعليم، عدم حماية الملكية الفكرية. عم نحكي عن نوليدج إيكونومي مبسوطين إنه في 3 صناديق الواحد 60 مليون دولار، بس إذا ما في حماية للملكية الفكرية هذا القطاع ما إنه رح ينمى. نحن بالمرتبة 139 بين 144 بلد بحماية الملكية الفكرية بلبنان. حماية الماينوريتي شير هولدرز 120 مركزنا بين 144 بلد، عم نحكي على استقطاب الاستثمارات. الكهرباء supply of electricity 143 بين 144 بلد. نحن عدم فعالية الجهاز القضائي كمان 135 بين 144 بلد، 130 بين 144 بلد. إذا مننتقل على الإيز أوف دوينج بزنس إندكس تبع الورلد بانك والآي إف سي، مرتبة لبنان تراجعت 6 درجات بال 2014 ودرجتين إضافية بال 2015. ما في ولا مؤشر سنوي تحسن بالسنتين اللي مرقوا. ف يعني ما غريب إنه هالقد يتراجع النمو على صدمة سياسية أو أمنية. كيف بقى إذا هالصدمات مستمرة من سنين لليوم؟ مشان هيك بنشوف الجرينفيلد اف دي اي يلي هي فعلا بتعكس خلق فرص العمل بلبنان قديش تراجعت من 1.8 من مليار و800 مليون دولار بال2009 ل 104 ملايين دولار بال2013 اللي هي اجدد رقم، يعني من 5% من الناتج المحلي بال2009 ل 0.2% من الناتج المحلي. ليبيا يلي بلد ما فيها دستور وما فيها قوانين قدر يستقطب 120 مليون دولار جرينفيلد اف دي اي بال2013، نحن 4 ملايين دولار. يعني في اوبريتنج كوست كثير مرتفع على القطاع الخاص يلي هي اهم من الخضات السياسيه والامنيه. القطاع الخاص قدر يتاقلم مع التقلبات السياسيه بس ما قدر يتحمل الاعباء التشغيليه. بس كان النمو 9% كان القطاع الخاص قادر يعني عم بيطلع مصاري، عم بيدخل، عم بيحقق ارباح ويتحمل الاعباء التشغيليه المرتفعه. بس تراجع النمو وتراجعت مداخيل الشركات وتراجعت ارباح الشركات، الكلفة التشغيلية بزيت المستوى إذا ما زادت. فكيف بده يتحمل هالقطاع الخاص ويقدر يخلق فرص عمل؟ عم بتروح مداخيله لتغطية العباء التشغيلية مش لخلق فرص عمل، مش للتوسع حتى لو التوسع خارج لبنان. هيدا بالنسبة للسبلاي سايد. بالنسبة للديماند سايد يعني هيدي مشكلة بالنسبة لي أكثر من السبلاي سايد. ليش؟ لأنه بدي أحكي بالتحديد على خريجين الجامعات غير عن موضوع التكنيكال سكولز. خريجين الجامعات غير مهيئين كليا لسوق العمل بلبنان، ما عندهم اي فكره كيف بيفتشوا على شغل، شو المتطلبات، وعندهم اكسبكتيشنز بعيده عن الواقع كليا، يعني غير عالم. مثلا في احصاء بيقول 66% من خريجين الجامعه بيعتبروا تلقائيا بلبنان ما في فرص عمل لهم، هيدا قبل ما يفتشوا. ثانيا ما بيعرفوا كيف يفتشوا. الجامعات ما بتهيئ أبدا التلاميذ خريجينا بعد ما يحطوا 50,000 دولار على شهاداتهم يعرفوا كيف يفتشوا على عمل، كيف يكتبوا CV، كيف يكتبوا، كيف يدقوا بواب الشركات. أول جواب كله بده واسطة، كله طائفية، كله سياسية. إذا أنا ماني متحزب ما في أوصل لهالشي. ونحن مثل ما قالت كارول منعاني، أنا صار لي سنتين عم بعاني للاقي إيكونوميست عنده 5 سنين خبرة ما عم بقدر لاقي بلبنان. حطيت اعلان بالايوبي لحدا انتري ليفل ايكونوميست، اجاني ناس دارسين قانون ودارسين كمبيوتر ساينس. طيب هو كيف بدهم يلاقوا شغل اذا عم بيقدم واحد معه محامي عم بيقدم على شغله لها علاقه ما لها علاقه بشغلته؟ ما عندهم اي نوليدج على الاقتصاد اللبناني. بالجامعات بيكون على الاقتصاد الامريكاني، بيعرفوا التاكس سيستم بامريكا، ستوك ماركت بامريكا، ما بيعرفوا كم شركه مدرجه على البورصه بلبنان، ما بيعرفوا حجم الاقتصاد بلبنان، ما بيعرفوا نسب النمو بلبنان. اذا ما بيعرفوا شو هن القطاعات بلبنان كيف بدهم يقدموا على شغل؟ كيف بدهم يعرفوا شو في فرص عمل غير انه منهم مهيئين؟
يعني أنا أوقات بيجيني ناس مش من زمان من جمعتين اجتني صبية على انترفيو كأنها ظهرة تسهر السبت عشية البرفان تبعها قتلني يعني ما هنفسر ما هنفسر عندك سي في بعد؟ ايه عندي السي في بعد في كتير نق من قبل التلاميذ اللي بيطلعوا من الجامعات والجامعات هي المسؤولية الجامعات هون الحل الأساسي بالجامعات ما بيجبرون يعملوا internships ما بيهيئون يعني يعملوا لهم simulation لinterviews how to write CVs how to prepare for the job markets كيف يدقوا على البويب وما فينا نسمع غير نق انه ما في فرص عمل ودبي دبي دبي هالهوس أو بالهجرة وأهم شيء يعني التلاميذ هون ما عندهم فكرة شو فيه بالأسواق الأعمال برا أو بالجامعات برا يعني بيتخرجوا التلاميذ من جامعات أمريكية غرقانين بالديون وبيطحشوا ليلاقوا شغل وليشتغلوا ليسددوا أول شيء ديونهم قبل ما يدفعوا الأجار وقبل ما يفكروا هون بدهم يطلعوا من الجامعات معاشات خيالية بدهم يجوا يقعدوا محلي ومحلكم بشغلهم يعني ما عندهم أي expectation إنه الكارير بتبلش خطوة درجة درجة وهون يعني بالنسبة للي حكى عن موضوع الـ welfare state في أحصى عن عمل بمصر بال 2011 بعد إزاحة النظام الرئيس مبارك لخريجين الجامعات جديد 80% منهم بدهم يشتغلوا بالدولة اللبنانية نحن معالي الوزير على هالاتجاه رايحين إذا كل ما بده يصير شيء بده يصير مثل الكازينو 60 شهر لكل واحد منه منتج وبده يسكر المؤسسة تبعيته وشكرا احنا خلصنا السكادجول طبعا الكل لازم يحكي ويكون عنده مداخلة الكل بتطلب الكل يكون عنده يعني شكرا سامي وبدنا نشد عقيدك بالمبادرة اللي عم تعملها يعني ان شاء الله يعني اكيد بالحلقات الجاية تطرح كمان مواضيع على اهمية ذاتها باعتقادي بس حتى يعني شوي نرجع نشوف شو الاهم وشو الاقل اهمية يعني البطالة في عندنا بطالة خلينا نقول بنيوية وفي بطالة ظرفية لما ناخذ محددات لأول مرة آخر 4-5 سنين البطالة الظرفية أو المحددات الظرفية أقوى بكتير من المحددات البنيوية يعني اللي ذكرته حنين أكيد مهم كتير بس كله هذا بال 2009 هيك واصل عملتوا شوية أبديت على القضايا العمال السوريين اللي هي برأيي مدخل رئيسي مش لأنه بس متصل بالعمال السوريين لأنه تحديدا أنا برأيي من 4 سنين لهلأ المحددات الظرفية أقوى بكتير الجانكتشرول يعني الجانكتشر أقوى بكتير من الستركتشرول بهذا الموضوع طبعا استفادوا الزملاء بشرح أو بالحديث عن البنيوي واللي هو مبدئيا أهم بكتير ومعالجته أهم بكتير لأنه هو المولد الرئيسي للبطالة ينحكى عن نمو ما بيخلق فرص عمل which is right يعني صحيح أنه النمو مرات كتير تخلق بتشوف نمو بتلاقي فرص العمل أو البطالة عم تلعب بين 8 و12 يعني بس في عندك متوسط 10% إذا تحسن النمو بتنزل للثمانية وإذا لا النمو يعني ضرب النمو للعشرة بتنزل للثمانية وإذا نزل النمو للاثنين بتطلع للاثناش فالإلاستيسيتي هون يعني بدها شوية فحص يعني بالله طبعا في كمان نمو معظم مثل ما قالوا الزملاء تحديدا يعني كوستانيو عم بيقول إنه له علاقة بالريع انه نحن نخلق نمو معظمه فوائد وعقارات والى اخره يعني هذا ما كتير مرتبط بخلق فرص عمل يعني والى اخره في هو كبير بين نظام التعليم يعني نحكى كتير بالقضايا البنيويه وكلها هي بدها انا برايي اكيد بحث وبدها كلها قابله يعني مش قابله ضروره يعني هلا اذا بدنا نحكي من 4 سنين اخر 4 سنين في مشكل بنيه في مشكل ظرفي اقوى بكتير من المشكل البنيوي اولا في تراجع هائل في انهيار بالاستثمار مش في تراجع يعني نحكى بنسب مئوية بحرفين وثلاثة يعني مش نحكى ب يعني بخمسة وثلاثة وأربعة بالمية وعشرة بالمية تو ديجيتس عم نحكي بكل شيء عم ندق فيه يعني سواء هذا بالاستثمار الداخلي وبالخارجي يعني نحكى كمان انه بالمنافسة الأجنبية طب عندك اجتياح وهون بدون أي عنصرية طبعا أنا بتعرفوا رأيي بالمشكلة السورية
بس انه عم تحكي انت عن متغير هائل يعني كيف مليون دخلوا دفعه واحده، كل عمرنا عندنا نص مليون سوري بس بيشتغلوا انتجريتد بسوق العمل، بس عندنا مليون دخلوا بلكي نص مليون منهم عم يطلبوا عمل هلا بياخذوا فرصه ما بياخذوا، بس هو العنصر تنافس. فاذا في عندنا اكسترناليتيز بهيدي الظرفين باخر 4-5 سنين هائلين يعني. انا برايي هول خلينا نفتش عليهم، لانه مثل ما قال روي في عندنا هلا أي متحرك جدا، بدنا نجرب نشوف كيف بدنا نصمد، مش بدنا نجرب نشوف كيف بدنا نحل جذريا. ليش مش ليش يعني انا ما بدعي انه نركز كثير على الجذري لسبب كثير بسيط، اداه تغيير الجذري مفقوده. وين الحكومه؟ وين في برلمان؟ ما انت اليوم في شيء تغيير جذري ما بدك تروح فيه على مرسوم وكي عم يعائنون بدك شيء وين؟ طب موازنه صرنا 10 سنين مش عم نقدر نطيلع، بدك ادوات عمل للجذري مش متوفره يعني. عشان هيك للي بيطالبوا له شو عم ليش مش ما بتطالب وزير العمل؟ طب شو وزير العمل؟ شو بده يعمل اليوم وزير العمل؟ كل شيء جذري اليوم بنكون عم نبذل جهد نحن، ماني اكيد انه بالاوتبوت تبعه، مع انه فينا نبذل جهد عليه كله. هلا اذا بدنا نركز على الشيء اللي بيعطي نتائج يعني مباشره، في كلمتين كثير يعني مفاتيح بهذا الموضوع، وحده منهم فؤاد ذكرها بقوه، هي انه في نقاط الضعف اللي معرضه للانهيار اللي هي المؤسسات الصغيره. في بكل بساطه انه الموضوع الضريبي تقدرها، بتقلي الضريبه بدها كمان انون، ايه بدها انون، بس اسهل تلاقي يعني إعفاء ضريبة على شغلة كتير محددة، أو أنه تدبير ضريبة تلاقي له باب، لأنه بعرف أنه اليوم يعني وزير المال تقريبا هو برلمان يعني، لأنه بيصرف كمان، مش هيك معالي الوزير؟ أنه هو بيحملوه على البرلمان تقريبا وزير المال، بيقدر يعني يصرفه، ما هيك؟ أنه إيه مين ما كان يعني فيها. طيب ففينا نركز على قضايا من هالنوع تمنع الانهيار. في قضايا فإذا ضريبية وقضايا تنظيمية يعني بتتطلب جهد حكومي متواضع.